معكم أعزائي طلاب الصف السابع، اليوم راح نقدم درس التعامل السليم مع الحاسب. بهذا الدرس يا سابع راح نتعرف على إرشادات الصحة والسلامة عند استخدام الحاسوب، راح نتعرف على إرشادات العناية بالحاسوب، وراح نتعرف أيضا على أخلاقيات التعامل مع الحاسوب وخصوصا احترام حقوق الملكية الفكرية وخصوصية البيانات. وراح نميز أيضا يا سابع ما بين السلوكيات السليمة وغير السليمة المتعلقة باستخدام الحاسوب. نبلش بأول هدف من أهداف الدرس وهو إرشادات الصحة والسلامة عند استخدام الحاسوب. إحنا بنعرف يا سابع بأنه من البرامج اللي بتضر الحاسوب الفيروسات، وأخذنا عنها درس كامل وشرحنا كيف بتضر الحاسوب. اليوم رح نتعرف على كيف لما نستخدم الحاسوب سواء استخدمناه بالمنزل أو المدرسة نحافظ على صحة وسلامة أجسامنا ونعتني بالحاسوب من ناحية الهاردوير، من ناحية المعدات، مش من ناحية البرامج اللي هي السوفتوير. طيب نبلش بالنصائح للحفاظ على صحة وسلامة أجسامنا عند استخدام الحاسوب. أول نصيحة، اجلس على الكرسي بشكل معتدل زي ما بنلاحظ بالصورة. هون هي شخص هون جالس بشكل معتدل وهون شخص جالس بشكل منحني، فهذا الشخص رح يعاني من آلام في العمود الفقري بسبب الجلسة الخاطئة. 2، يجب أن يكون ارتفاع الكرسي مناسبا والقدمين منبسطتين بشكل مريح على الأرض، فلازم أنتبه لارتفاع الكرسي ويكون مناسب حسب طول الشخص الجالس على الكرسي لاستخدام الحاسوب. 3، احرص على أن تكون الإضاءة العلوية غير ساطعة وأن لا تكون مواجهة لشاشة الحاسوب، فلازم أنتبه لإضاءة الغرفة اللي موجود فيها الحاسوب ما تكون عندي إضاءة ساطعة ومواجهة لشاشة الحاسوب. 4، عدم إدامة النظر إلى شاشة الحاسوب لفترات طويلة، فلازم أخذ استراحة بين فترة وفترة، تقريبا كل ربع ساعة لازم أخذ استراحة من النظر لشاشة الحاسوب. 5، ضبط شاشة الحاسوب بحيث تكون حافتها العلوية بمستوى النظر أو منخفضة قليلا، زي ما بنلاحظ هون بالصورة عندي هذا الشخص هيو مستوى نظره مقابل للحافة العلوية لشاشة الحاسوب. 6، احرص على أن تكون مسافة مشاهدتك لشاشة الحاسوب بحدود ذراع، يعني المسافة ما بينك وبين الكمبيوتر لازم تكون بمقدار ذراع. 7، احرص أن تكون الشاشة موضوعة مقابل وجهك تماما ودون ميلان، إذا لازم تكون دون ميلان. إحنا عارفين أن الشاشة بنقدر نقدمها أو نرجعها، فلازم تكون بشكل مستقيم. 8، ضع لوحة المفاتيح والفأرة بشكل متجاور وبطريقة صحيحة مريحة لليد، إنها تكون بشكل سهل إني أتعامل معهم. 9، تجنب العمل لساعات طويلة لأن ذلك ينعكس على الحالة النفسية ويسبب لك الانطوائية. هون يا 9، هاي نصيحة مهمة جدا يا 7، إنه أنا لازم أتجنب العمل لساعات طويلة على الكمبيوتر أو اللعب، كمان مش لازم أظل أستخدم الألعاب وألعب لفترات طويلة على الكمبيوتر لأنه هذا رح يسبب حالة نفسية عندي. 10، لا تعبث بالوصلات الكهربائية ولا تحاول فتح غطاء الشاشة، ليش؟ لأنه ممكن يعرضك لصعقة كهربائية لا سمح الله. 11، احذر من وضع الحاسوب المحمول على الركبتين لأن ذلك قد يحرق بشرتك. عارفين أنه الكمبيوتر بس نشغله أو اللابتوب ممكن يصدر أو هو بيصدر عندي حرارة، فممكن هاي الحرارة تحرق بشرتك، أو لا سمح الله في دراسات بتحكي أنه ممكن وضع اللابتوب على الركبتين يسبب عندي سرطانات. بهيك بنكون خلصنا إرشادات الصحة والسلامة عند استخدام الحاسوب. رح ننتقل للبند الثاني من الدرس وهو إرشادات العناية بالحاسوب وملحقاته، كيف أعتني بالحاسوب أثناء استخدامه. أول نصيحة أو أول إرشاد اللي هو شغل الحاسوب وأغلقه بالطريقة الصحيحة. عارفين طريقة تشغيل الحاسوب هي أنه أضغط على
زر التشغيل للكيس وزر التشغيل للشاشة، وإغلاق الحاسوب بيتم بالضغط على أو النقر على زر ستارت ابدأ. نختار، تظهر عندي قائمة، بختار الأمر شت داون إغلاق. 2، تجنب العبث بالحاسوب وملحقاته واستعن بذي الخبرة عند الحاجة إلى الصيانة. فأنا لما حاسوبي يكون في مشكلة بأبعته لشخص ذو خبرة لحتى يقوم بعملية الصيانة. 3، تجنب تناول الطعام والشراب قرب الحاسوب وملحقاته، لأنه إذا انكب سائل على الكمبيوتر سواء ماء أو عصير فممكن إنه يتعطل الحاسوب بالكامل. 4، حافظ على نظافة الحاسوب وملحقاته، مهم جدا إن نحافظ على نظافة الحاسوب. 5، احرص على حماية الحاسوب من إيش؟ وملحقاته، من أشعة الشمس والغبار والرطوبة. إذا لازم أحافظ عليه من أشعة الشمس المباشرة والغبار والرطوبة، هاي شغلات بتضر الحاسوب بشكل كبير، والمجالات المغناطيسية القوية أيضا. 6، تجنب استخدام وسائط تخزين مجهولة المصدر. شو هي وسائط التخزين؟ وسائط التخزين اللي هي القرص المدمج CD والفلاش ميموري، أخذناهم في الدرس الأول، اللي هم القرص المدمج CD والفلاش ميموري. ليش مش لازم أستخدمها إلا لما أتأكد إنها خالية من الفيروسات لحتى أحمي جهازي من الفيروسات. 7، وهو آخر إرشاد، استخدام وصلات كهربائية ثلاثية. علل ليش لازم أستخدم وصلات كهربائية ثلاثية؟ لأنها تحتوي على خط أرضي لتفريغ الشحنات الكهربائية. إذا لازم أستخدم وصلات كهربائية ثلاثية لأنها تحتوي على خط أرضي لتفريغ الشحنات الكهربائية. بهيك يا سابع بنكون أنهينا الجزء الأول من درس التعامل السليم مع الحاسوب، وبالحصة القادمة إن شاء الله رح نكمل الجزء الثاني من الدرس، ويعطيكم العافية.